بعد هذا الفاصل خفض درجة الحرارة لدهون الجسم لتسهيل التخلص منها. من يمكن أن يستفيد من هذه التقنية؟ الجواب بعد هذا الفاصل. استخدام درجات الحرارة المتدنية لتخليص الجسم من الدهون المتراكمة أو الزائدة، هذه تكنولوجيا حديثة تعمل على خفض درجة الحرارة الموجودة في الشحوم لتذويبها. يعني موضوع يبدو مثيرا للاهتمام. معنا الدكتور حسن كلاداري للحديث أكثر عن هذه التقنية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. كيف أول شيء تشتغل هذه التكنولوجيا؟ لا لازم نعرف أصلاً الدهون ترى عبارة عن خلايا. كثير من الناس ما عارفين هالشيء، هذا يحسون بس الدهون يعني شحوم موجودة في المنطقة هذه وبس خلاص. يشوفون الشحم اللي يأكلونه هم على بالهم. بالضبط. لكن الدهون هذه خلايا، وكل خلية طبعاً الخلية هاي حيوية لها فرضاً يعني مدارها في السنة في العام يعني وتموت تنشط فيه وتنشط وتختفي، وهذا على حسب إذا كان فرضاً الشخص يأكل بزيادة تكبر، وإذا كان فرضاً لما يضعف تصغر. فمثل كأي خلية تمر في مرحلة معينة في حياتها وتختفي وتضمر وتموت. أوكي. إنزين. فشو اللي إحنا نقدر نسويه؟ نقدر نسويه بطرق يعني كثيرة عشان نحاول نتخلص إحنا من الدهون هذه. فمرات يعني نتدرج لشفط الدهون حق بعض الناس اللي يبون يضعفون. مرات نستخدم فرضا أجهزة الليزر ولا الراديو فريكونسي اللي علشان تساعد إنه عشان بعد تخفض الدهون. حلو. هالتكنولوجيا هذه تحاول نوعا ما يعني تخفض درجة الحرارة لدرجة معينة أن بس الدهون في المنطقة هي اللي تتأثر، فتتحول فيها مثل كريستالات صغيرة تموتها من غير ما تأثر فرضا على الخلايا اللي حوالينها من الخلايا الجلدية والخلايا الأعصاب والخلايا الأوردة الدموية الموجودة. حلو. يعني نقدر نقول أن الشحوم كخلايا نقدر احنا نموتها عن طريق درجات الحراره المتدنيه هنا. اوكي. بس كيف نضمن ان الخلايا الاخرى ما تتاثر؟ ترى هذا هو التكنولوجيا، فهو يستخدم يعني طريقه معينه انه فرض ان المنطقه هذه تدخل داخل الجهاز. طبعا هو يعني من غير جراحه، يعني شيء غير جراحي، يستغرق حوالي قريب الساعه من الوقت. الجهاز نوعا ما يعني هو كبير، لكن الهاند بيس اللي احنا نستخدمه يركب على المنطقه اللي تبغى تعالجها، والشحوم تدخل داخل يعني نوعا ما المنطقه هذه كلها تدخل داخل وبس خلاص الشخص بعدين ما يحس فيها، ويتم درجة يعني تم حوالي قريب الساعه لحد ما شوي المنطقه تبرد شوي لحد ما الخلايا كلها تموت. اوكي. ساعه كم جلسه؟ عادة أغلب الأوقات من جلسة واحدة. طبعا يعني كثر الجلسات يعني بجلستين ثلاثة يحس طبعا يعني بالنتيجة تكون أفضل. أوكي. يعني هي حسب النتيجة ولا أنت حسب اللي تقدر عليه؟ يعني أنا أذكر أنا خبرت واحد من الشباب هناك كنت عارفه من زملائنا في أمريكا، قال لي إن أغلب الناس اللي إحنا سوينا لهم إياه كلهم استجابوا. يعني يو هيت هوم رن عندهم، هذا ترى تعرف لعبة البيسبول، إذا هيت هوم رن مع كل الناس اللي جربوها. يعني جلسة واحدة وساعة وبدون جراحة من غير جراحة. هي يعني حوالي نسبة يمكن قريب 45% من الدهون الموجودة اللي داخل الجهاز اللي دخلت بتذوب. حلو. وتاخذ جلسة واحدة وساعة واحدة لأي وزن، ولا في مثلا نسبة معينة إذا زاد الوزن كثير لا لازم تدخل جراحي وبعدين؟ لا ها بالضبط هذا هني ترى المشكلة. كثير من الناس طبعا يون يعني امتان شوية ما يبغون يسوون فرضا لا رياضة كل يوم مندي وبعدين يقول لك طلع الشحم. بالضبط هذا هو، تعال طلع الشحم. لكن لا الشخص لازم يمشي على حمية معينة، يحاول فرضا يلعب رياضة وينزل وزنه شوية، وفي نفس الوقت طبعا في عندك في بعض الأماكن مهما سويت رياضة مهما حاولت هذه ما تنزل. عندك الأماكن فرضا حق الريال الأرداف اللي هي هالمنطقة هذه اللي هني، وعند الحرمة عادة منطقة الظهر، هالمنطقة هاي مهما حاولوا يضعفون ويسوون هالمنطقة هذه ما تنزل الدهون، هاي تتكيس هناك. فهالجهاز هذا أفضل طريقة تحتاج هذا الجهاز. إذا الواحد يعمل اللي عليه من رياضة ورجيم يوصل وزن معين يعني ما يكون أوفر كثير وبعدين يستخدم هذه التقنية. في أكيد أسئلة الآن تخطر في بال بعض المشاهدات، خاصة إذا كانوا أمهات أو يعني حوامل، أن بعد الحمل تكون في مناطق أيضا زائدة، ينفع هالنوع ولا لا هذه مختلف بس للشحوم؟ ترى هو عادة بعد الحمل شو اللي يحصل؟ منطقة تترهل شوية، فهو نوعا ما هذا يشتغل بس على الشحوم إنه يحاول يذوب الشحوم. بالضبط. هي فمنطقة المترهلة هذه طبعا فيها أجهزة ثانية تستخدم الراديو فريكونسي عشان نوعا ما تشد المنطقة. أوكي. لكن إذا كان في شحوم إذا استخدمت الجهاز هذا المنطقة الشحوم راح تختفي والمنطقة بعد تنشد شوي. ممكن تنشد. بالنسبة للرجيم والرياضة ضروري الواحد بعد ما يعمل هذه العملية يواصل على رجيم معين ويمارس أنشطة رياضية؟ يعني
نسبة احتمال عودة الشحوم مرة أخرى هل تكون أكبر ولا أقل ولا نفس الشيء طبيعية؟ والله هو شوف يعني أنت لازم تعرف أنت مثل ما قلت لك أن الخلايا هذه خلايا إذا تخلصت مثل ما ماتت يمكن تقوم مرة ثانية إذا تخلصت منها خلاص نوعا ما اختفت أوكي. لكن عندك خلايا ثانية موجودة في المنطقة إذا أكلت بزيادة هالخلايا هذه راح تكبر لدرجة أن تعوض على الخلايا اللي ماتت يعني النتيجة ممكن تكون مضاعفة مو مضاعفة أنها بترجع مثل ما كان إذا طبعا الشخص ما مشى على رجيم معين يعني متن بزيادة هذه راحت عليه هذا راحت عليه عشان كذي فاحنا دائما الناس لازم يمشون على حميه معينه لازم ما نقدر نقول لهم والله فرضا بنسوي لكم هالجهاز هذا وبتقعدون فرضا تطالعون تلفزيون صباح الخير يا عرب وتاكلون لي فرضا شيء تريقون لي بيض وطماط وتعرف هالاشياء وخاصه البيض بعد ما الشباب هالايام رايحين عليه على العموم لما نتكلم عن هذه التقنيه احنا مشكلتنا ان الكسل يعني يعني الواحد يمتن او يسمن صح وبعد فترة يشوف البرنامج ويشوف تقنية جديدة يقول ها خلاص بالضبط. بلا تعب الرياضة وبلا الرجيم باكل اللي في خاطري وبسوي هذه العملية بالضبط. وبعد ما يعملها ممكن ينقص وزنه بس صح. يرجع مرة ثانية إذن صح. هي أسلوب حياة أكثر من هي مجرد التقنية ترى هو هذا هو مثل ما أنت قلت أسلوب حياة وطريقة تفكير أنه يعني خلاص حاط في باله أنه يبغي لازم يحط في باله أنه أصلا لما يضعف ما يضعف بس عشان شكله ترى الضعف نوعا ما يساعده من ناحية تفكيره من ناحية نفسيته من ناحية حتى فرضا نفسيا لما تروح محلات الثياب وتلاقي شيء سايزك ولما تلبسه وتشوفه يعني فت صح عليك صح غير لما شيء ناط مني وشيء ناط من الصوب في الأخير بس حابة أعرف التكلفة إذا ممكن نقولها لأن أكيد في مشاهدين يسألون أوكي كم تكلف يعني عادة الجلسة الواحدة تتكلف يعني طبعا من مكان لمكان تختلف لكن يعني ما تكون تكلفتها بتكون أقل بكثير من الجراحة أوكي فيعني تكون عادة بين حوالي بين 5000 ل 7000 درهم حوالي 5000 7000 درهم يعني 5000 7000 ريال سعودي تقريبا ريال سعودي هنا والله معقول السعر لأنها اشتراك سنة يمكن في الجيم نوفر على الناس بس أكيد الرياضة هي تبقى أهم صح كل الشكر لك دكتور حسن كلاداري على تواجدك معنا شكرا جزيلا